قصة وحزورة. قد ايه صاروا؟ 1 2 3 4 5 6 نو واي، بعد عندي كتير اشياء اعملها، بعد في كتير. شو بدي اعمل؟ كيانا روقي، لازم تعمليهم، لازم تخلصيهم، طلبوه منك بالمدرسه كرمال البيكنيك. كيانا هاي جويس، شو خلصتي الشغل ليوم البيكنيك؟ يا ريت جويس، بعد عندي كتير بدي اعملهم. معلم ما تعتلي هم، هلا انا وياك بنتسلى. طلبوا مني بالمدرسه كون عم قص خيار وبندوره، بدنا نعمل سلطه. هاي جوي، كيفكن؟ تمام؟ شايفين شو معي اليوم؟ خس وملفوف. واحذروا لمين جيبون؟ جيب لكم اياهم الكم. بتعرفوا ليه؟ طلبوا المدرسه قالوا لي عايزين خس وملفوف تنقص للسلطه وكذا. مزبوط، فجبت لكم اياهم. ما بدي اوصيكم، بدي اياهم مغسلين ونضاف وطيبين وطازه هيك تيبين انه انا جايب احلى شيء، اوكي؟ فانتوا وياها غسلون ولما تخلصوا دقوا لي، انا بشي باخذهم او بنشوف كيف بنظبطها، اوكي؟ سوري. وبهالوقت عفوا، شو في؟ باردون؟ يه يه يه، شو في؟ لا شو صاير يعني؟ جوي؟ ايه ما فيك تعمل هيك، هي مسؤوليتك تعمل خسال. اكيد انا بدي اقص البندوره والخيار، هي بدها تعمل ساندوتشز، وانت اكيد رح تغسل الخس والملفوف. جايز يعني اسمعونا اسمعونا، انا ما حدا بيعطينا اوامر، اوكي؟ ما لي جاده لا غسل ولا اعمل شيء، بكفي بكفي انه جبتهم عن جد، يعني ها معجزه صارت انه جبت لكم اياهم، وانا ما حدا بيعطينا اوامر، مفهوم؟ اوكي كثير منيح. المهم بهالوقت بدي اسمعكم اغاني جديده عملها بتعقد، صار لي وقت عم بالف على هالترانيم بعقده عن جد. مش ترنيمة أنت ألفتها؟ شو عرفيك؟ هيدا ترنيمة كتير معروفة كلنا منعرفها. أما إسا ما تبقى تكذب جوي بليز. جايز عن جد ما خرجكم تتسلوا أبدا أبدا ولا نتفة. تعرفوا شو؟ أنا رح فل انبسط لحالي هالخيار قشوه منيح. إيه يلا باي، بشوفكم. إيه ما تنسوا تغسلون. قصة وحزورة. اخ شو تعبانة. هاي كيفكن؟ واو نو واي، صبايا عن جد غسلتون. يا عمي انا مش عارف كيف بدي اشكركن. واو لك طالعين حلوين ونضاف. جوي نحن مزبوط اشتغلنا، بس ما تفكر انه بس نحن عم نعمل. عن جد كيانا ثانك يو، عن جد من كل قلبي من كل قلبي بدي اقول لكم ثانك يو. ويلكم جوي، بس انت كمان عندك شغل تعمله. اكيد هلا بعد بدي اخذهم معي على البيكنيك واقدم لهم اياهم ونفرمهم مع السلطه. جوي بس مش بس هيك، عليك تنظيف الارض، هيدا هو شغلك. شو علي؟ تنظيف الارض. تنظيف الارض. تنظيف الارض. كيانا اسمعيني، انا نو واي نظيف، اوكي؟ بس شو بتنقصك؟ وراو جوي؟ طب ما انتوا هيك هيك غسلتوهن. جويس انتوا هيك هيك غسلتوهن، كفوا نطفوا الارض، ما بدها هالقد يعني. يعني انت شو بتعمل؟ شو بينقصك جوي؟ بكفوني انا بالمدرسه قالوا لي بدي غسلهم وما عملت هيك، لا ما بدي اطيع اوامر، اوكي؟ ما حدا انا بقول لي شو اعمل. مش عم صدق جوي هيك عم تحكي. يا الله علينا، انا مش رح نظف، مش رح نظف، اوكي؟ جوي هيدا هو شغلك. يا كيانا عم بقول لك انا نو واي نظف فول ال شفت يا جوي اللي قلت لك انه تنظف الارض؟ بس ما تسمع كلمتنا، شفت شو بيصير؟ مين حط هول هون؟ كنا عم ننظف الخس. انت عليك تنظفهم وتكمل جوي. اصلا ما صار شيء، مش مشكله خلص. ايه ايه ما صار شيء ابدا. هلا المهم البيكنيك يعني. جايز معقول هيك تركينهم بالارض يعني؟ قوم لنظبطهم جوي، قوم قوم لنلمهم. طيب اوكي، بس انا بدي اقول لكم انه بعتذر انه ما لميتهم وخلص رح نلمهم. يلا قصة وحزورة.